غنيته جديدة عنوانها غبت علي يجي معنا بشي قدمه لنا بعد غياب. نستقبله بحب كبير واحد من أجمل الأصوات التونسية مروان علي. غيبة يا مروان. غيبة يا غيبة. شحوالك؟ الحمد لله لا بأس. الغيبة عندها أسباب؟ والله جي نقول لك ما عنديش أسباب الحقيقة غيبة. نغيب وقت اللي نلقى حاجة تشجعني ونقدم الحاجة مزيانة نرجع. صعيبة الحاجة اللي تلوج عليها؟ صعيبة صعيبة صعيبة. مشكلة شنو؟ مشكلة اختيار الحقيقة. كلمات لحن توزيع؟ كلمات ولحن وتوزيع وهكا معناها تصويرة كاملة. مش كلمات ومعناها مش غنية واحدة. لازم زادة تقرأ حسابك في شنو الستيل باش تاخذه، شنو اللهجة اللي باش تغني بها. الناس تستنى منك هي عملت نجاحات صحيح، أما توا الناس ما عادش تسمح لك بغنية هكاك وبرا. هذاك علاش الغيب اللي قلت لك عليه ما نجمش نريسكي ونختار حاجة اللي ممكن تكون ماهيش ولا بد معناها. خاطر أي حاجة تعملها راهي تتحسب عليك تو، خاصة تو من بعد الغنيات اللي عملتهم. ومن بعد كما قلت معناها فما غنية نجحوا فما غنية زادة ما مشيوش بالقدا، لكن معناها لازم كي نكون نختار حاجة تو لازمها تكون في بلاصتها. هبطت تصور على انستغرام. تصور مش متعود تهبط. قول لي. هبش نوريك الصورة الأولى. ما هذا؟ مش متعود هبط تصور هكا. لا مش متعود ها. وهذه صدمة بالنسبة للناس. علاش صدمة؟ لا بالعكس. ساعي نقول لك التصوير هذيا الناس سيبوا التصوير الكل وركزوا في الصباط نتاعي. لا فما شكون ركز على الطفلة اللي معاك؟ الطفلة جي نقول لك كان تركز فيها بالحق وتشوفها التصوير وتاخذها من برشا حاجات تعرف اللي هي تصوير الكليب الحقيقة. مش بشرطه. عليه؟ لا ظاهرة تصوير الكليب هذه والله. أما فما برشا معناها نقدوا وبرشا كتبوا اللي كتب على لبستي اللي كتب قال لي شبيك حزين اللي كتبوا معناها ما يجيش تهبط معناها في بيت النوم كيما هكاكا ما يجي نقول لك هبطها ظاهره ولا ظاهره شو اللي ظاهره؟ ما كتبت عليها شيء ما كتبت عليها حد شيء معناتها خاطرك انت تحب تحتال على الناس؟ ليه مش منطقة احتيال؟ لا منطقة احتيال منطقة والله لا. وهابش نزيد ناكد لك الاحتيال اللي عملته واخر اللي الناس تقول لك الف مبروك وانت تتلف ما تجاوبش. حطيت جيم. معناتها دخلت المصنع البوز. مرحبا بيك. لا والله لا. مرحبا بيك. عايشك. مش بوز. مالا البوز ما يكونش كي من هك. مالا كيفاش يكون؟ أكثر من هكا؟ إجا نقول لك هبط أول تصويرة هي هذه وكما قلت الناس مش متعودة بيا نهبط حاجة نهبط طفلة معايا أول مرة نهبط طفلة معايا في الانستغرام سوى في سوى بوبليكاسيون سوى ستوري والله. إيه إجا نقول لك معانا أوكي معناها ناس في الديجيتال قالوا لي هبط هذه وهبط هذه وهبط هذه قالوا لك يلزمك تعمل البوز يلزمك تخلي الناس تحكي عليك وانستغرامك يكبر يحكيوا عليك ما يحكيوا عليك بالبيه ماهوش كل البوز الخايب معناها ماهوش كل البوز اللي باش ينجموا يسبوك ولا حاجه بوز هبط تصويره برشا ناس قالوا مبروك بركولي خليتهم انت؟ خليتها الحكايه؟ خليتها اي ما عملت حدا كومنتير تخدم في مخك تخدم مخي بالعكس خدم في مخي في حاجه به مفتعله الحكايه مفتعله به مفتعله في صالح الغناء الغناء غبت علي؟ صورت الكليب في كان؟ صورنا في كان اي علاش مشيت لكان؟ علاش مشيت لكان؟ خاطر أول حاجة الاختيار تم على يانيس طلال اللي هو شفت فيه معناها عين أخرى وحبيت نجرب معاه والراجل معناها عمل حاجات باهية. البر على خاطر صورت برشا في تونس وقلت غنية هي ماهيش تونسية غنية معناها تشمل شوية الجزائر شوية المغرب قلت علاش ليه ما نصورهاش في فرنسا؟ وكنا باش نصوروا في باريس لكن اخر وقت صحنا باش نهبط معناها نهبطوا الكان وصورناها غادي وتعديت باهيه ثلاث ايام تعداو باهيين
وتو الناس يشوفوا معناها النتيجه وان شاء الله تعجبهم وكاو. علاش نستناو برشا وقت الاغنيه موجوده عندنا موجود الكليب حاضر عندنا جديد مروان علي غبت عليا. غبت عليا جديد مروان علي، الف مبروك مروان. عايش به. نبقى في جو الاغنيه، جو الحب والمشاعر والاحاسيس. ماكش رومانسي انت ولا ليه؟ لا بالعكس، شاع الاغاني الكل عملتهم رومانسيين. انت ما رومانسي كان في الاغاني ماله في حياتك ياسر نعرف عليك حد شيء في الحب. كرسي الحب غريب عليك برشا. غريب علاش؟ والله لخاطر حياتي مع عمري معناها صعيب برشا باش تعرف عليا برشا حاجات. كان القراب قراب قراب برشا. علاش؟ علاش ممكن في على خاطرني بطبعي كتوم، معناها ما نحكيش برشا، ما نحكيش حياتي، اسراري ما نحكيهمش. كما قلت انت حاجات خاصين بيا معناها ما لازم يعرفهم حتى حد، لازم نعيشهم وحدي. هذيك علاش ممكن مش واصل للعبيد برشا حاجات في حياتي. انت رومانسي في الحياه؟ في الحياه اي، حتى في تعاملاتي نتعامل هكا كيفاش يقولوا بالمشاعر. لا بالمشاعر اي، بالحسيس، بالكيف، بال ما انت عندك برشا علاقات ولا ليه؟ مش معناها عندي برشا علاقات، معناتها في ساعه ما تحب وتعمل علاقه وتبدل. ما تنجمش في ساعه تحب اول حاجه. فما الكود فودر تغزر العبد تقول هذا هو اللي لوج عليه. اي الكود فودر هذاك ماهوش حب، اعجاب. بعد يولي حب. كان كملت وكان ركزت معاه يولي حب. اما في معناها كان في حياتي معناها ما كانش برشا، فما برشا معناها يتعدوا على الصوابع. قداش من مره حبيت؟ قداش من مره؟ ممكن ثلاثه مرات صحاح. ثلاثه مرات صحاح؟ اي والباقي علاقات عابره. الباقي علاقات عاديه جدا زاد. شنو اللي يفشل علاقة بين زوز يحبوا بعضهم؟ اللي يفشل علاقة الحقيقة وقت اللي توصل لمرحلة تقول ما عادش مرتاح. وقت اللي يكون الشريك متاعك في الحياة ولا في العلاقة متاعك يولي يعديلك في حاجة خايبة، يولي ماهوش قاعد يعاون فيك في خدمتك في حياتك، مش مرتاحك نفسانياً، وقتها تختار إنك بصراحة تبعد. وهذا اللي صار معناه في علاقاتي، معناه وقت اللي لقيت روحي مانيش مرتاح. مروان الفنان يتكلم؟ مروان الفنان، خاطر هو شنو نقول لك، اني الفنان وفي الحياه نفسه. معناتها شنو كانوا نوع من الغيره عليك انت؟ يا ريتها غيره. لا مالها؟ ما تنجمش تكون الغيره تتعدى راه، وبالعكس الغيره ساعات تستحليها من الشريك. مالها؟ من الطفله اللي تكون معاك ساعات تبدا تشيخ بها، وهذيك ممكن اللي تزيد تخليك تكمل مشاكل اخرى. من اي نوع؟ فسر لي. من اي نوع؟ مثلا كي تتعرف على شكون يقول لك يبدا يحكي لك على الماخذه، وانت تبدا مخك مش في الماخذ. هي طبيعي. هي طبيعي، لكن كي تولي انه تتويج الحب بالزواج البعض او تقريبا اغلب الشباب في تونس يعتبر أن الزواج هو تتويج لعلاقة الحب. أوكي الزواج تتويج لعلاقة الحب، لكن كي تبدأ تكون أنت التخمام هذا يكون من طرف واحد، ونكون ممكن أني نكون ما زلت حاجتي بوقت نحب نزيد ناخذ وقتي، ونحب فما برشا حاجات في حياتي زادة ما عشتهمش نحب نزيد نعيشهم، ونحب نقتنع المرحلة أنه أي توا راني لقيت شكون ونجم نعرس، ونجم معناها نسكر الباب على روحي. خاطر نجي نقول لك احنا راهو في خدمتنا، وانت تعرف هادي معناها تشوف وتتعرف وتشوف برشا بنات محليهم وتصير منا ويصير مساج منا. ما كيما قلت لك كي تكون من طرف واحد تخمام لازمك تخمو الزوز في العرس، ما فهميش ما نجمش حد يفرض عليك يقول لك امان لازمنا نعملوا حاجه. مروان بكل صراحه قول لي ونجيبك بصراحه معناها حاليا تعيش قصة حب؟ نعيش قصة حب. عندها قديش؟ سمعتها أها؟ إيه عندنا عامين. عامين؟ عامين ما نعرفوا حتى شيء، ما نعرفوش صورتها، ما نعرفوا حتى شيء.
حزار؟ لا مش حزار، لا تابع هكا، تابع مخي، تابع تابع معناها تبع حياتي، ما نجمش لا ما نوريش. شوف اني قلت تعرف حتى نهار اخر والله تلمون نمشي لعروسات وتلمون نغني، قلت نهار اخر في عرسي وان شاء الله ربي سهل معناها باش يكون حاجه مسكره معناها مش تكون محلوله للعباد. تصاور ممكن ان شاء الله نبارتاجي تصويره زوز، لكن مش برشا مش بكثره، خاطر نحس الحياه معناها الحياه الفنان ولا الارتيست تكون مثال خلي ملكك الخاص، وفهم برشا حاجات للعباد هما معناها بطبيعتهم محلوله لهم. مروان انت قديش عمرك تو؟ مازلت كي غلقت ال 34. 34 يا اخي الدار ما همش يبداو يحكيوا معاك على العرس ويزبك تعرس وكل شيء؟ هي امي بدات تحكي في الموضوع هذا. كيفاه؟ امي بدات تحكي في الموضوع نتاع خاطر ممكن ساعات تشوفني مهمش وتشوفني داخل بعضي وتشوف في طبعي ساعات يتبدل، حتى في الدار نتبدل يتجبد الموضوع، لكن نهرب منه ونحاول بطريقة أخرى ما نحكيش فيه مع أمي، خاطر والله موضوع بالنسبة لي يعني ما نجمش نحكي فيه مع الوالدة معناها. عليه حشمة؟ مش حشمة، بما أنه مش في مخي تو. هي تحب تتهنى علي بما انه عندي خويا توامة وخويا عرس وتهنى، تقول لك قعد مروان معناها لازمني نتهنى عليه. وهي تعرف اللي انت توا تعيش قصه حب ولا ليه؟ مش برشا لا. معناتها هي باش تعرف تو من التلفزه؟ ممكن والله من التلفزه. دونك كلمها في الكاميرا بتاعك وقلها امي العزيزه فسر لها. هذه رسالة خاصة نخليوها به أبدها بأمي العزيزة. أمي العزيزة نحب نقول لك اللي أراه كل شيء بوقته، وإن شاء الله ربي سهل وتفرح بيا كيما فرحت بخويا ونفرحك أنت والوالد، لكن الطلب صغير زيدني شوية وقت، نحب نزيد نعمل معنا نحب نزيد نخدم أكثر ونحب نزيد نعمل حاجات في حياتي اكثر، وما زلت فما مارش نتاع عمر الحقيقه اللي ما زلت خلي لي شويه وقت، ونوعدك باش نلقاو بنت الحلال وان شاء الله نتوكلوا على ربي ان شاء الله. باهي مروان، الوالده شنو اسمها؟ الوالده عايشه. هم قالوا لي عايشه في التليفون معنا مدام عايشه. هات هاي. عسلمة مدام عايشه. سلمك. لاباس؟ اجاب حذايا اجاب حذايا اجاب حذايا اسمع استنى في صوت التليفون رد بالك. شنو احوالك مدام عايشة؟ لاباس حبيبتي. اقعد من المسير شكرا منك. مدام عايشة عندك مروان وبلال توامة كهو؟ وعندي زوج بنات وحدهم. حشام اللي هو صغير ولا؟ اللي هو صغير. هات ما حسيت تعرف نكلم فيها العشية ماهيش تجاوب فيا. ومس أمي مسنسة التليفون ديما بجنبها. ديما بجنبي. اسمع في الليل نخدم مثلاثة ساعتين ديما تجاوبني أمي، اليوم نكلم فيها العشية والله حسيت فما حاجة والله. كي يبدا هو يخدم ما نرقدش أنا. ما نرقدش. حتى يحل الباب ياوي نقول له أني قاعدة نستنى فيك. شو الحاجات اللي ما نعرفوهمش على مروان؟ والله مروان نحيت عاقل من صغرته. من صغرته وطبيعة فيه يعني إذا قال لا لا إيه إيه. أما الفنان راهو يلزم يكون عنده شوية هبلة. لا. هو كي كان صغير وكل يقرأ نقعد في الفيراندا في الصيف من نص الليل التالي نقعد أنا وياه في الفيراندا. إيه؟ ويبدا يزن. نقعد نغني أنا وياه نبداو نغني. شو يغني لك؟ كل شيء. أنت شو أكثر حاجة تحب تسمعها من عنده؟ ست الحبايب يا حبيبة. اي هاي مروان ايش نقول لك، هي عندها ست الحبايب وعندها غنية أخرى زي تحبها مش غنية هلا. اسمع اربطهم في بعضهم هاي باي اوكي. سيد الحبايب يا دانا يا انت تيرارا وكل أملي ومنايا أنت
سيدي الحبايب يا دنايا انت ترارا وكل امالي ومنايا انت يا احلى غنوه في دنيا الحلوه يا احلى غنوه في دنيا حلوه غنت وقالت معايا انت سيد الحبايب يا دنايا انت. ممكن نبدأ في الصيف من ابتسامك ومن سلامك فرحة عيني قلبك ياخدني وانت في حضني ويحس بيا يقول يا ماما يا قلبي ماما مش بعش عمري من الكلمة دي مش بعش عمري من الكلمة دي سيد الحبايب يا دنايا انت. مدام عايشة مروان تعدى برشا مراحل، مرحلته هو صغير، مرحلة سوبر ستار، والمرحلة اللي من بعد. أني مرحلة كنت خايفة فيها على مروان أكثر؟ والله من أولو. من أولو؟ من أولو. نحب أني يقرأ على روحه. وهو من صغرته راهو من عام من اللي عمره 6 سنين. يحب يغني. يغني كما قلت لك هكا كما هكا نقعد في الصيف الفيران. كنت تتوقع وقتها أنه باش يولي مطرب معروف مشهور؟ قتلو. قتلو؟ اي ك وقت اللي يجي نقول لك خاطر هي عارضه من الاول وقت اللي كانت فما في لبنان وقتها كانت فما مشاكل وفما حرب قلت لها نمشي نمشي نشارك عارضه من الاول ومن بعد قالت لي برا امشي برا امشي جرب حظك وقالت لي راك من الاول وقت تبي تتفرج على ملحم زين هي ملحم زين انا حبيت برشا ملحم زين يبدا قاعد على الديفون يتفرج فيه يقول له يا مروان ما تخممش برشا ورس ولدي انت العام الجاي تشارك وتطلع انت الاول صحيح وكان هو مروان للتاريخ أول تونسي ياخذ أول جائزة تونسية في برنامج عربي للمواهب صحيح معناتها وقت اللي معناتها التونسية كانوا يشاركوا ويوصلوا للعين وما يشربوش كنت أنت أول واحد مروان عاون برشا الدار بدللكم حياتكم سبحان الله ربي يصلح حاله هذيك شو نقولين إن شاء الله وليدات أمة محمد كيفه مروان من ولاد المرضين والديهم واللي تعمل عليهم زيدا اللي تعمل عليهم فلوسه الكل عطاهم للدار روحوا الكل في الدار مش فلوسه كل اخواته والام والبوه شو عمل لكم؟ كل شيء الدار؟ كل شيء اخواته للدار الخوه كل شيء هو عرس الدار بارك الله فيك يعطيك الصحة هو عرس الدار بوه يقول لك بعد مروان ما عندي حدين بارك الله عليك. قول لك مروان وخواته تو يمي انت شاهدوا به. اي ما يعني الحقيقه عائلتي مدام عايشه معناتها حاجه بالعكس حاجه تفرح تهز لك راسك معناتها شنو هي احسن من ام ولدها يرضيها ولدها يبدل لها حياتها بنات دار لم العائله لمه نتاع العائله لمه نتاع العائله على خاطر اللمه نتاع العائله تعوض لك كل شيء اني ساعات واحد يمكن تصير لي مشاكل وتصير ضغط نفسي ونحس من برشا ناس ويمكن تصير لي مشاكل لكن ديما كي نشوف بابا وامي لاباس واخواتي نقول يا ربي ولك الحمد والله ينسيني برشا حاجات برشا وكنت في معناها حد في بلاصتي كان ينجم يعيش وحده اي وكان ينجم يستقل بذاته ويقول لي يعني توا لازمني نكون حر ولازمني ما حبش يسكن وحدي لكن ما حبش نسكن وحدي يعني حتى كي تبدلت حياتنا قلت لهم راكم معايا ومشينا لبلاصه اخرى ما خير والحمد لله كي ربي يفتح معناها قلت لهم راكم كيما نعيشاني كيما عشنا معناها كيما عشنا كيما قال لي كيما ربيتنا كيما نقعدوا
علاش عرضت انك تنقل؟ والله مش تعرف دار الانسان دار عمره وبناها عرق عليها وباش بناها وباش ول... لكن هو وقتها قال لي نحب نشيل الدار نحب نستقلوا في بلاد يا ولدي هديك. قال لي قلت له باه تحب تستقل بر؟ قال لي ربي يعفو كيفاش نمشي وحدي يا انتم معايا يا لا صحيح يا نحول بيكم يا نقعد بيكم. انتي الصحة يعطيك الصحة مروان. وهي أول ما دخلت الدار فرحانة وشيخة وكل شيء قامت قالت لي هذه دار قالت لي وتو يجي نهار وراك تعرس ونرجع لداري. قلت لها ايش نقول لك؟ قلت لها هذه داركم وما كنتوش تحاولوا منها وان شاء الله تكملوا حياتكم فيها واني نعرس ولا نعمل اي حاجه في حياتي راهي هذه داركم راني مش نعمل راني بقدره الله باش نعمل حاجه اخرى ونحبكم انتم شيخين خاطر شيختهم هما والمتعه نتاعهم هما هي اللي تخليني تخليني نقدم وتخليني شيخ وتخليني متفرهد وتبدل لهم حياتهم جمله. ليه ما عنديش مزيه جمله كيف اخدمهم كل شيء؟ ليه اللي خدمهم بطبيعتهم خدمهم وقراوا وخدموا اما وفر لهم الظروف الطيبه الكل. برافو علي. معناتها انت تنجم تكون اليوم مش تنجم تكون انت اسعد ام في تونس. ليه؟ اني سعيده بيه وبخواته سعيده ونتيجه التربيه نتاعك راهو هذه الثمار نتاع التربيه نتاعك واصله صالح. يحب اخواته برشا ما يحبش حتى اخواته حتى اهله وماليه وعماته والكل. تي الصحه مروان يعطيك الصحه ما يخيرش بين عماته ولا اخواته. لا به خوه التوأم كيفه ولا ليه؟ أكثر منه. ما أنت عاقل كيفه برشا؟ لا مش عاقل الآخر. بليه مش عاقل؟ هيجا من صغرته سبحان الله هذا بعقله من صغرته الآخر كلمة وثانية يشعل بالحق؟ والله يشعل فيسا يشعل فيسا 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 ويشري يشري شبوك يشري اسمع ديما نهديه نقول له يا بليه ما تشريش برشا ما تشعلش برشا. شكون الكبير؟ شكون اللي خرج الاول؟ سيزاريان ما نعرفش. ما تعرفش؟ هذاك سؤال بلال توا يا وليدي راني سيزاريان. قول له شكون خرج بلال يحب يعرف خاطر كي يشوفونا الزوز خوات يقولوا اني اكبر. اي ما يقولوش يقولوا ديما بلال الصغير. ديما بلال الصغير. اللي ما يعرفش اللي احنا معناها فرد. يا وليدي راه متوام نقول لهم يقولوا لا كيفاش توام؟ نقول لهم والله توام. باهي خلينا نشوفوا بلال. بلال نشوفوا في الفيديو اللي بعثه لنا. بلال. عسلامة هادي عسلامة مروان حبيت نبارك لك خويا ونقول لك ألف مبروك للكليب جديد وندعي الناس الكل باش يتفرجوا في الغناء والكليب وإن شاء الله يا ربي تعجبكم. وكما يعرفوا بعض الناس أني مروان خويت تويما دي فوجيمو لكن قراب ونحسوا برشا ببعضنا وما تفارقناش حتى لحظة حتى من بعد اخترت حياتي ونعيش البرة لكن ديما باتصال نكلموا بالمرتين بثلاثة كل يوم نشاوروا في كل شيء يشاورني في كل شيء ياخذ رأي في كل شيء ناخذ رأي في كل شيء. واللي ما يعرفوش مروان إنسان حنين برشا يحب عائلته ويحب خدمته ونحب نقول لك ربي يوفقك ربي معاك وإن شاء الله نشوفك على خير. ربي يفضلهم لك يعيشك وإن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق. يعطيك الصحة مدام نشكرك برشا نشكرك أنت اللي استدعيتني وأنا هكا تو يعيشك أنت اليوم زيدت لنا المحفل يعيشك, يعيشك. دونك أنا تو وياك باش نخرج باش نخليو مروان في المسرح باش يغني لنا باش تغني وائل نغني وائل غنيتين نغني وائل كفوري دونك مروان علي كلنا بننجر نمشي بطريق ببلش خير بيقلب شر كلنا بننجر نمشي بطريق ببلش خير بيقلب شر
وانت حر. هالحياة كتير بتغري كوكبنا بلف وبدور، وبدك ايانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور. وبدك للحق الناس بدك للحق الناس بتكره كلمة لا. ماشي الدنيا بالمقلوب، كل شي ممنوع مرغوب، بطل في فرق كبير بين الباطل والحق. وبعدك عم تخطر على بالي وبعده معذبني الهوى، وبعدك أقرب لي من خيالي وعلى بالي نرجع سوا. بعدك عم تخطر على بالي بعده معذبني الهوى، وبعدك أقرب لي من خيالي وعلى بالي نرجع سوا. ما عم بتفكر فيي ولا عم بتغار علي، ما عم بتفكر فيي ولا عم بتغار علي، تعباني دمعت عيني وما عم لاقينا دوا، تعباني دمعت عيني وما عم لاقينا دوا. وبعدك عم تخطر على بالي وبعده معذبني الهوى، وبعدك أقرب لي من خيالي وعلى بالي نرجع سوا. لك بدك تحكيني تخبرني شو صار، يا حبيبي وينك ناسيني بدك تحكيني، اشتقت لك بدك تحكيني تخبرني شو صار. وما عم بتفكر فيي ولا عم بتغار علي، وما عم بتفكر فيي، انا تعبانه دمعت عيني
عيني وما عملا إلى دوا تعبان دمعت عيني وما عملا إلى دوا وبعدك عم تخطر على بالي وبعده معزتني الهوى وبعدك أقرب لي من خيالي وعلى بالي نرجع سوا بعدك عم تخطر على بالي وبعده معزتني الهوى وبعدك أقرب لي من خيالي وعلى بالي نرجع سوا مروان علي حاضر للمهرجانات سنة ولا ليه؟ إن شاء الله كارتاج في الأفق ولا مازال شوية؟ والله باش نقول لك سكوب اللي هو كارتاج كان فما معناها اقتراح صار من سفارة المغرب أي باش يكون فما حفلة مغاربية عطيت اللوكي متاعي وإن شاء الله إن شاء الله على ربي معناها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق في الأثناء تغني في السهرات الخاصة والعامة كذلك بيان سور اي ماله ماله مورد رزقك مورد رزقنا وخاصة السهرات الخاصة يعني ندخلوا لديار العبيد و يصيروا طرائف؟ يصيروا طرائف في الزوز راهو في الحفلة الخاصة والحفلة في الحفلة العامة فما ساعات أكشن؟ أكشن ولا نقصت؟ صار 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 ولا صار كيفاش يتصرف فنان؟ جاي يغني للحب للسعادة للفرح؟ ويلقى مشكلة قدامه ما عندك ما تتصرف تقص قصيت برشا مرات والله ما صارت ليش برشا المشاكل اللي صاروا في حفلات مش برشا تعاركوا الضربة تجي في الفنان صارت ضربت ايه بيش والله كان قولك ما تصدقش مرة ضربت بكيس والله كيس. نغني في المسرح وتضربت بكيس في حفلة خاصة راه مش حفلة اي صارت مشكلة ونغني وواقف ونتضرب بكيس معناها وقفت الحفلة ومعناها وتفضت المشكلة وقعدت نفقد في راسي ودرا شنو به مروان من أول الحوار وأنا فما بلاصة قاعد نركز لها ظهرت لي غريبه شويه شنو هي؟ ما نعرفش كانت نجم الكاميرات تقرب برش على وجه مروان وبالاخص على الرقبه نتاعو رقبتي شوفها عندك سيكاتريس هنا ظاهره سيكاتريس توا ظاهره بربي اي عندك سيكاتريس محلوله بالبرشه هنا شو سر السيكاتريس المحلوله في رقبتك؟ سيكاتريس كرتوشه كرتوشها في رقبتك معناتها طريق إلى الوفاة طريق إلى الوفاة الحمد لله منعت الكرتوشة ما بينسور ما هيش رصاص الكسكسي الرش مقرونة والحمد لله ما جيتش كلها فيها معناها جيت كما نقولوا شوية منها اللي هي السيكاتريس مش ظاهرة ممكن أنت خاطر قريب لك شفتها هاي ظاهرة ظاهرة ظهرت لك بالكدا ظاهرة بالكدا معناتها قعدت نركز ممكن قبل كانت ظاهرة أكثر خاطر هذه عملت عليها أوبيراسيون أخرى معناها استيتيك وليت هكا وليت حرف خاطر وقت ضربت تحلت دورة كبيرة في رقبتي ومن ألطاف الله اللي ما جيتش في الصوت معناها من ألطاف الله الحمد لله لا لاباس وهذه قداش عمرك وقت اللي تضربت؟ عمري 16 17 16 وقت نقرا في الليسي نحب نكمل بالغناء جو التونسي نكملوا ايه نسمعوا اغنيه حبيبه ونغنوا الحبيبه الحبيبه وش نزيدوا حاجه اخرى به به الحبيبه مروان علي
علاش طولت الغيبة هلا حبيبة قولي لي السبة وكيفاش قولي لي السبة وكيفاش بعدك والله الروح غريبة وانت طبيبة على غير ايدك ما نبراش على غير ايدك ما نبراش وعلاش طولت الغيبة هلا حبيبة قولي لي السبة وكيفاش قولي لي السبة وكيفاش الروح غريبة وانت طبيبة على غير ايدك ما نبراش على غير ايدك ما نبراش وعلاش طولت الغيبة هلا حبيبة قولي لي السبة وكيفاش قولي لي السبة كيفاش بعدك والله الروح غريبة وانت طبيبة على غير ايدك ما نبراش نضرب الحب الرشراش نضرب الحب الرشراش ما يهمش كان دمي تفيا يهون عليا موت وما نرجعش بلاش موت وما نرجعش بلاش قولي قولي كان حزوك عليا يا البيا نضرب الحب الرشراش نضرب الحب الرشراش ما يهمش كان دمي تفيا يهون عليا نموت وما نرجعش بلاش وما نرجعش بلاش وعلاش طولت الغيبة هلا حبيبة وقولي لي السبة وكيفاش قولي لي السبة وكيفاش أنا بعدك والله الروح غريبة وانت طبيبة على غير ايدك ما فيك نتبع وانت خيالك ما فماش وانت خيالك ما فماش انا لا رمت فراشي ولا نجع خايف نرجع تشعل ناري وما تتفاش تشعل ناري وما تتفاش دورت الدنيا بالمتربع فيك نتبع وانت خيالك ما فماش وانت خيالك ما فماش لا 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 نرجع خايف نرجع تشعل ناري وما تتفاش تشعل ناري وما تتفاش وعلاش طولت الغيبة هلا حبيبة قولي لي السبة وكيفاش قولي لي السبة وكيفاش وانا بعدك والله الروح غريبة وانت طبيبة على غير ايدك ما نبراش
كيف تعدت ليلة ما فيهاش خليلة ليلة من غير بنايات غيبة والله علينا طويلة لو تعرف كيف تعدت وليلة من غير بنايات يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة غيبة يا حبيبة يا حبيبة وينك وينك هادي الغيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة مروان يعطيك الصحة نشكرك برشا خلينا نذكر انه كليبك جديد تلقاه على الشين اوفيسيال في الشين يوتيوب تهبط الليلة على اليوتيوب وفي الانستغرام زادة يلقاو كل شيء إن شاء الله يحبوها ونحب نقول لهم بارتاجيو ستوريات وبرشا حاجات شكر كبير المروان علي يعطيك الصحة نخلي لك كلمة الختام كلمة الختام باش ما ننساش حبيت نقول لك اللي فما غناية زادة وفما مشروع كبير قاعد يصير على مدينة سوسة اللي هي بشراكة مع فنان من فرنسا باش يشاركني في غناية تتغنى بسوسة وبدعم من بلدية سوسة يعطيهم الصحة وبش يكون فيها برشا وجوه معروفين كما زبير بيا كما مع حفظ الألقاب معناها كما زيد الجزيري برشا جوارات بش يكونوا موجودين في الكليب هذا حبينا نعملوا حاجة لسوسة اللي هي ما تعملتش قبل حاجة حبيت نقولها لك نحب نشكرك ويعطيك الصحة وإن شاء الله رمضان مبروك على الناس الكل وكاو يخليك برشا عايشك نشكرك نتمنى لك التوفيق مروان علي كرهبة تمشي كرهبة تجي عنا زوز كرهب للربح اسوزي دي ماكس وعنا الكيا ريو زوز كرهب ينجم يكونوا من نصيبك سهل برشا خذ تليفونك ابعث حرف A على الرقم 85810 A على الرقم 85810 بSMS واحد تنجم تربح زوز كرهب حظ سعيد للجميع كان هذا كل شيء ليلة فكرة سامي فهري شكرا متزارو ميلانو شكرا لكل الضيوف لكل الفريق شكر كبير للجمهور الحاضر معنا تحية كبيرة للفرقة الموسيقية فرقة مزيكا بقية المايسترو خالد بن عيسى نتقابل الجمعة الجاية في نفس الموعد باباني سكولت على خير